إخوتي وأخواتي، هذا القانون بياخدنا إلى بعد روحي بحلق فينا في السماويات، منبتدي ننظر في عين إلهية، عين روحية في أحشاء إلهية تجاه المجتمع اللي إحنا بنعيش فيه، فالعالم يصبح ويطفى إلى حالة أفضل وبيبتدي العالم يتحسن. فلما الإنسان بيصير إنسان جديد، خليقة جديدة، عندها يستطيع أن يكون فعلا فعال في هذا المجتمع، لأن هذا هو الناموس والأنبياء، فإذا علينا أن نطيع هذا القانون. هي القاعدة، الأساس للتعليم والعمل، هي الدافع اللي إحنا منعيش من أجله. عظمة هذه القاعدة الذهبية أن الديانات كلها ركزت، أنا بقصد الكونفوشية والهندوسية والبوذية والرواقية واليرمان واليونان، وأقصد الرابايز اليهود وفلسفات كثيرة في القديم اللي قالت هذا الشيء، لكن قالته بشكل سلبي، ركزت على السلبية. أما المسيح ركز على الإيجابية، فهذا بيتطلب عمل، إبداع، خلق، ومحبة مستمرة. إن هذه القاعدة الذهبية أسلوب حياة مليئة بالعمل، الحياة الجذرية للعيش والسلوك اللي بختبر فيه عطاء ومحبة الله وبقدمه للآخرين. وأنا بصلي اليوم إنه فعلا هذا هو حالك وهذا هو قرارك.